السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. اعتقال رئيس مالي والتلفزيون الحكومي يوقف البث. طبعا رئيس مالي فيه هناك في مالي قلق بقاله كذا سنة، وجماعة بوكو حرام وكذا جماعة كده، فقبضوا على رئيس مالي وخلوه يطلع يعمل فيديو ان هو ساب السلطة، و في قلق كده يعني بيحصل في مالي في افريقيا الوسطى بالاخص. بس يعني انا مش عارف، وانا ما ماليش في السياسه قد كده، فما بالك بقى ان انا اروح اتكلم في السياسه بتاعت مالي؟ لا والله ما لاقي كلام اقول. هو ده اللي حصل، قبضوا عليه، طلع بفيديو قال انا سبت الحكم كله تحت تهديد السلاح يا مان. مالي طبعا انا اعتقد ان هتحصل قلق وهتحصل مظاهرات وهتحصل حاجات تانية، الله اعلم يعني.